أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه Thank you.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله يا مولانا ما يفتح عليك في محمد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم نعم 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 صدق الله العظيم والآن نستمع لكلمة الشيخ رمضان عبد العزيز فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين حمد عباده الذاكرين الشاكرين المؤمنين الموحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه سبحانه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وشيعته وشريعته. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في ليلة من ليالي الأنس، في ليلة من ليالي القرآن، في ليلة من ليالي شهر رمضان، هذه الأيام الطيبة المباركة، الله سبحانه وتعالى من كرمه ومننه أنه يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبعا، لكن فضل وكرم وانتقى السماء العليا بأن جعلها قريبة من عرشه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى خلق الجنان، ولكن اختص وكرم وفضل الجنة العليا أو الفردوس الأعلى بأن جعلها وجعل عرشها عرش الرحمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا، لكن اصطفى وكرم وفضل من هؤلاء جميعا الأنبياء، واختار وفضل واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، واصطفى من هؤلاء الخليلين إبراهيم ومحمد، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة، لكنه اختار وانتقى وفضل جبريل وميكائيل وإسرافيل. اختص جبريل بالنزول بالوحي غذاء لأرواح العباد، اختص ميكائيل بأنه موكل بالقطر الذي هو قوت للأجساد، اختص إسرافيل بالنفخ في الصور، فإذا أمره الله سبحانه وتعالى أن ينفخ النفخة الأخرى أحيا العباد من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى اختار الأمم، لكنه اصطفى وانتقى وكرم أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى خلق الشهور والأيام والليالي، ولكنه فضل شهر رمضان، وفضل يوم عرفة ويومي العيدين، وفضل في الليالي ليلة القدر بأن جعلها خير من ألف شهر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى حينما اختار لهذه الأمة شهر رمضان خصوصية لأمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة الموعودة في ليلة الأنس بالله رب العالمين، حيث يقول القائل: من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه،
ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه هذا ولا هذا فإن النار تكفيه. في ليلة نتأنس فيها بالله، ما أجمل أن يكون الإنسان في أنس مع خالقه سبحانه وتعالى. والإنسان أحبتي في الله في هذه الدنيا يتقلب في حانات أربع، إما في حالة طاعة، وإما في حالة معصية، إما في حالة نعمة، وإما في حالة بلية. إما تكون هذه الحالات الأربع تجتمع على الإنسان أو تتفرق على الإنسان. إن كان في حالة طاعة، الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يحافظ على هذه الطاعة ويزيد منها. إن كان في حالة معصية، أوجب الله عليه أن يتوب ويستغفر ويعود إلى الله رب العالمين. إن كان في حالة من حالات النعمة، فقيد النعمة هو الشكر، فأوجب الله عليه أن يشكر النعمة حتى يحافظ عليها. إن كان في حالة من حالات البلايا، فالله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يكون صابرا بين يدي الله رب العالمين، راض بما قدر الله سبحانه وتعالى له. إما طاعة وإما معصية، إما بلية وإما نعمة. وفي هذه الحالات التي تتداخل أو تتفرق على الإنسان، الإنسان إن كان في حالة من حالات الطاعة وتجنب المعصية وشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة وصبر عند البلية، الله سبحانه وتعالى يصطفيه ويجتبيه ويقربه منه سبحانه، حتى يصير هذا الإنسان كأنه إنسان تقي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقوا الله ويعلمكم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن كان تقيا فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب العلم، فتح الله له أبواب النعيم، فتح الله له أبواب الأنس، فتح الله سبحانه له أبواب الرضا والتقوى واليقين بالله رب العالمين. ولنا في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل، القدوة والمثل في صحابة النبي وفي السلف الصالح وفي التابعين وفي تابع التابعين. فننظر إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه غير من حالات المعصية وصار في حالة من حالات الطاعة، ففتح الله سبحانه وتعالى له أبواب العلم. الإمام الشافعي يقول: ثقلت علي نفسي ليلة فما قمت لله رب العالمين إلا حينما أذن المؤذن لصلاة الفجر. ففتش في نفسه، لماذا ذلك؟ لماذا ثقلت عليه نفسه وما قام لله رب العالمين طوال الليل إلا حينما أذن المؤذن لصلاة الفجر؟ قال: فأخذت أفتش في نفسي، فوجدت أنني اغتبت إنسانا في يوم من الأيام. دخلت المسجد عند أذان الفجر فوجدت رجلا يصلي ويبكي، فحدثتني نفسي فقلت: كان حريا بهذا الرجل أن يبكي في بيته. فأيقنت أنني اغتبت هذا الرجل، فبغيبتي إياه الله سبحانه وتعالى منعني أن أقوم الليل لله رب العالمين. ذهب إلى شيخه وأستاذه وقال: يا شيخي، غلبتني نفسي فنمت ما قمت لله. قال: يا شافعي، فتش في نفسك. فأيقنت وعلمت أنه بسبب الغيبة لهذا الرجل الله حرمني من قيام الليل. ونحن يجب علينا أن نفتش في أنفسنا. فذهب إلى هذا الرجل واستسمحه فغفر له، فقام كما كان لليل لله رب العالمين بالليل. الإمام الشافعي يقول: وقعت عيني على كعب امرأة تسير في الشارع فقلت حصيلة الحفظ عندي. كان الإمام الشافعي يعرف عنه سرعته للحفظ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هؤلاء الشافعي
حتى كان يضع كم جلبابه على الصفحة اليسرى من الكتاب حتى لا يحفظها قبل الصفحة اليمنى. قلت حصيلة الحفظ عند الإمام الشافعي، فذهب إلى شيخي وأستاذي يشكو هذه الحالة، وكما يقول في كتابي وفي ديوانه: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا هو الشافعي. الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر كيف أن حالات الطاعة ارتقت بهؤلاء العظماء، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على قلوب الصحابة صفحات المصحف، ما كتبها بحروف، ما كتبها بكلمات، إنما نقشها بحروف من نور على قلوب صحابته حتى صاروا جميعا كأستاذه القرآن يمشي على سطح الأرض. حينما نزلت سورة الأنعام، سورة من الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، حتى قال الصحابة: سمعنا أزيزا، حتى كادت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تتكسر من صعوبة نزول آيات سورة الأنعام. نزلت كاملة، ما يقرب من 23 صفحة، نزلت كاملة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي وتلا سورة الأنعام كاملة على الصحابة. بمجرد أن انتهى النبي من تلاوة الصورة، قال ابن مسعود: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ الله الله على صحابة النبي. ما سمع ابن مسعود سورة الأنعام إلا مرة واحدة من النبي: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ قالت: يا ابن عبد أم، فتلاها فما نسي منها حرفا واحدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بماذا يرفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم؟ رفعهم بطاعتهم لله رب العالمين، رفعهم باجتناب المعاصي، رفعهم بشكرهم عند النعم، رفعهم بصبرهم عند البلايا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق وانتقى واختار وفضل هؤلاء صحابة لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هؤلاء الإمام حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى يقين وخشوع وخضوع الإمام حاتم الأصم. ذات يوم وهو يصلي بالمسلمين صلاة العصر، ووقع أجزاء من سطح المسجد الذي يصلي فيه الإمام حاتم بالمسلمين، من يصلي خلفه حينما انهار سقف المسجد خرجوا وجروا وتركوا الصلاة. ما شعر بهم الإمام حاتم إلا عندما سلم عن يمينه ويساره فما وجد إنسانا في المسجد. وهنا هو في قمة الدهشة والعجب، ماذا حدث؟ وأين من كانوا يصلون خلفه؟ خرج إلى المسجد فوجدهم خارج المسجد، قال: ما حدث؟ قالوا: يا إمام، أو ما علمت ما حدث؟ قال: لا. قالوا: لقد سقط علينا سقف المسجد ونحن نصلي. قال: والله وأنا في شوق مع الله رب العالمين في قمة الطاعة والخشوع ما شعرت بسقف المسجد حينما سقط علينا. كيف وصل الإمام حاتم إلى هذه الحالة؟ وصل بطاعته، وصل بترك المعاصي، بالشكر عند الابتلاء، بالشكر على النعمة، وبالصبر عند الابتلاء. ذرية بعضها من بعض. أراد الإمام حاتم أن يخرج حاجا لله رب العالمين، وكان الإمام حاتم أحواله صعبة، ظروفه الاجتماعية صعبة، كان له سبعة من البنات وأمه. حينما أراد أن يخرج حاجا جمع البنات وقال لهم: إني قررت أن أخرج لأؤدي فريضة الحج في هذا العام. فقالوا: يا أبتاه، كيف تذهب إلى الحج وتتركنا ونحن في هذه الحالة ولا شيء في بيتنا، كيف ذلك؟ قال: لقد قررت، ما تركتكم لميت، إنما تركتكم لحي سميع بصير. وخرج الإمام حاتم، وفي أول ليلة
تقف البنت العاقلة التي تتعلم وتعلمت الطاعة وترك المعاصي والصبر والشكر من أبيها، تقول يا أخوتاه يا أمه ثقوا في الله رب العالمين أن أبانا ما تركنا لميت إنما تركنا لحي سميع بصير. ويأتي اليوم التالي وما في بيت حاتم شيء، وأخذت الأخوات يهزأن بهذه البنت، أين ما وعدتين به؟ أين ما قلت أنه سوف يأتينا؟ ما مرت إلا لحظات وأمير المؤمنين أبو جعفر يمر أمام بيت حاتم، استوقفه الله سبحانه وتعالى أمام بيت حاتم الأصم وقال أريد كوبا من الماء، فطرقوا على بيت حاتم أعطونا كوبا من الماء لأمير المؤمنين، فشرب أمير المؤمنين فوضع الله الحلاوة في كوب الماء، فقال بيت من هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين بيت حاتم الأصم، فإذا بأمير المؤمنين أخرج كيسا من الذهب وألقاه في بيت حاتم الأصم وقال من كان منكم محبا لأمير المؤمنين فليفعل مثل ما فعلت، ومن منهم لا يحب أمير المؤمنين حتى ولو كان نفاقا، فكل ممن كان تابعا لأمير المؤمنين أخرج أكياس النقود وألقاها في بيت حاتم الأصم، حتى أن بنات حاتم الأصم ما استطعن إغلاق الباب من كثرة أكياس النقود، فإذا بالبنت العاقلة الرصيفة الرزينة نظرت إليهم وقالت نظرة من مخلوق أغنتنا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق، نظرة واحدة من مخلوق أغنتكن فما بالكن لو نظر إليكن الخالق. في نفس التوقيت الإمام حاتم وهو يخرج ضمن مجموعة من المسلمين لأداء الحج، وإذا بأمير الركب أمير القافلة في الحج أصابه مرض، أخذ يصرخ ويتلوى، قال هل منكم من يستطيع أن يرقي أمير الركب؟ قالوا نعم معنا حاتم الأصم الإمام العالم الزاهد، قال إلي به، فجاء إليه قال مما تشكو يا أمير؟ قال أشكو بصداع في رأسي، فوضع يده على رأسه وقرأ عليه سورة الفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى وقام وكأنه ما شعر بألم من قبل، أعطاه حتى أرضاه، وينام حاتم هذه الليلة، ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا حاتم أنت وبناتك في ذمة الله، من صالح الله صلح الله ما بينه وبين الناس، من كان بينه وبين الله عمار جعل الله بينه وبين الناس عمار، أبشر يا حاتم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإنسان يتقلب في هذه الحالات، حالات الطاعة، حالات المعصية، حالات النعمة، وحالات البلية. الإنسان يستطيع أن يرتقي ويصعد على أعلى قمم قمم العطاء حينما يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب كتاب الإحياء العظيم كما يقول الفضيلة الشيخ كشك رحمه الله حينما نسبه بهذا الوصف، قال صاحب كتاب الإحياء الإمام أبو حامد الغزالي، وكان يحضر له في الدرس آلاف من المستمعين، آلاف من التلاميذ الذين تلقون العلم على يد الإمام أبو حامد، في يوم وحينما انتهى من الدرس قال هل من سؤال؟ فإذا برجل يقوم ويقول يا إمام لدي سؤال، قال وما هو؟ قال يا إمام الله سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك اليوم؟ إذا الإمام أبو حامد يقلب الأمر يمينا ويسارا فما وجد له حل، قال إذا إن شاء الله غدا أجيبك، وأخذ يقلب الأمر، سهر ليله وما وجد لهذا السؤال حل. في اليوم التالي وقف أيضا السائل وقال يا إمام سألتك بالأمس كيف حال ربك اليوم فما أجبتني؟ قال إن شاء الله غدا أجيبك. وفي الليلة الثالثة كذلك قال غدا أجيبك، ونام الواقف الليلة الثالثة بين يدي الله رب العالمين يتدبر كيف هذا وكيف هذا لعالم كأبي حامد ماذا يفعل، فتوضأ وصلى ركعتين ونام وقال اللهم يا رب فهمني إياها،
فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في المنام: يا أبا حامد، إن جاءك السائل غدا وقال ما شأن ربك اليوم؟ قل له: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. من أين جاء الحل؟ من الكمبيوتر النبوي مباشرة. وفي اليوم التالي حينما فرغ الإمام أبو حامد من الدرس، أين السائل؟ قال: أنا يا إمام. قال: الإجابة على سؤالك أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فإذا بهذا الرجل ابتسم وضحك، قال: لماذا تضحك؟ قال: يا أبا حامد، أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. إذن أين كان هو؟ كان في أنس من الله رب العالمين، كان في حالة من حالات الطاعة، بل أقول كان في هالة من هالات النور الإلهي. الإمام علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن خلافة أمير المؤمنين عمر، وهو داخل إلى مسجد النبي قبل صلاة الفجر، وإذا بامرأة ومعها إناء فيه تمر. قالت: يا إمام، خذ هذا الإناء وأعطيه لعمر بن الخطاب في المسجد. فأعطاه العمر، عمر أعطى تمرة لعلي فأكلها فوجدها جميلة. قال: أعطيني ثانية. فأعطاه الثانية. قال: أعطيني الثالثة. فأعطاه الثالثة. أعطيني الرابعة. فوقف عمر وسكت. لماذا سكت؟ لأن علي في هذه الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه في المسجد، وإذا بامرأة كهذه جاءت بطبق من التمر، أعطته لعلي، أعطاه للنبي، أعطى النبي علي تمرة والثانية والثالثة، ولما أراد أن يأخذ الرابعة ما أعطى النبي علي إلا ثلاثة. وحينما طلب علي من عمر أن يعطيه الرابعة قال: يا علي، لو أعطاك النبي في المنام لأعطيته. إذن أين كان عمر؟ ولا عجب، ولا عجب حينما يرى عمر على شاشة إلهية وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي، وهو يخطب الجمعة بالمسلمين، ويرى المعركة رأي العين، وينادي على قائد المسلمين، ينادي على قائد المسلمين، ينادي على قائد المسلمين، وقائد المسلمين في نفس التوقيت يسمع نداء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إذن أين كان هذا وأين هذا كان ذا؟ كانوا في حالة من حالات الطاعة مع الله رب العالمين. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا صادقين مع الله رب العالمين، صدقوا الله فصدقهم الله. رجل وجماعة من الناس يريدون أن يقتلوا، أخذ يجري حتى وصل إلى رجل يجلس وبجواره قوم من الليف يفتل الحبال. قال: يا هذا، خبئني، هناك من يجري خلفي يريد أن يقتلني. قال: خبئ نفسك تحت كومة الليف. دخل الرجل واختبأ تحت كومة الليف لحظات، وجاء من يتبعه. قالوا: يا هذا، أرأيت رجلا يمر من هنا؟ قال: نعم. قالوا: أين هو؟ قال: هنا تحت كومة الليف. فإذا بهؤلاء القوم يهزؤون ويسخرون منه ويقولون: يا هذا، أيمكن لرجل أن يختبئ تحت كومة الليف؟ إنك مجنون، تهزأ. وتركوه ومضوا. لحظته وخرج الرجل من تحت كومة الليف، أمسك في خناق الرجل يقول له: أقول لك، خبئني، تخبر القوم عني؟ قال: اسكت، الصدق نجاك. ما الذي نجاه؟ الصدق. كن صادقا مع الله، كن صادقا مع نفسك، عليك بالصدق، وإن رأيت فيه الهلكة ففيه النجاة، وإياك والكذب، وإن رأيت فيه النجاة ففيه الهلكة. هؤلاء رجال صدقوا الله فصدقهم الله، كانوا في حالات الطاعة مع الله رب العالمين، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى وفتح عليهم فتوحا عظيما. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما بلغ 21 من عمره، وكان تلميذا يتتلمذ على يد شيخه حماد، رأى في منامه رؤيا عجيبة،
فجاء لشيخي حماد قال يا شيخي لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة. قال وما هي أبا حنيفة؟ قال رأيت كأن شجرة عظيمة وأنا أقف بجوارها جاء خنزير فأخذ يضرب الشجرة بقرونه فخرجت من الشجرة ضرب هذا الخنزير حتى تحول إلى عابد لله رب العالمين. فما تأويل الرؤيا يا شيخي؟ قال يا أبا حنيفة أني لا أستطيع أن أؤول لك رؤياك في هذا الوقت. ولماذا؟ قال والله أنا في هذه الليلة في غم شديد. قال ولماذا؟ قال لقد جاء بعض الملحدين والكفر والمشركين إلى أمير المؤمنين يريدون أن يناظروا عالما من علماء المسلمين، وأمير المؤمنين اختارني أنا أن أناظرهم. قال إذن هذا تأويل رؤياي يا شيخي. قال وكيف؟ قال والله ما الشجرة إلا أنت يا سيدي، وما الخنزير إلا هذا الرجل المشرك الكافر الملحد، وما الغصن إلا أنا، فإنما أنا جزء منك، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يعينني عليهم وأنتصر عليهم وأعبدهم لله رب العالمين. إني ذاهب بدلا منك يا شيخي، فإن انتصرت عليهم فهذا انتصار لك، وإلا فانهزام التلميذ وليس انهزاما لأستاذه. وفي اليوم الموعود وتجمع الناس من كل حدب وصوب، وذهب الإمام أبو حنيفة، فقال أمير المؤمنين يا أبا حنيفة أين شيخك حماد؟ قال شيخي استقل هؤلاء القوم في نظره وأرسلني أنا لمناظرتهم، أنا تلميذا له. قال كبير الملحدين إذا نبدأ المناظرة يا أبا حنيفة؟ قال نعم نبدأ. فبدأ الملحد الكافر المشرك السؤال الأول، قال يا أبا حنيفة متى كان ربك ومتى ولد؟ فإذا أبو حنيفة يقول ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء. قال يا أبا حنيفة أنا لا أريد أدلة من الدين، إنما أريد أدلة عقلية كهؤلاء الذين يقولون إنما الحياة مادة، لا إله والحياة مادة، أنا أريد أدلة عقلية. فقال الإمام أبو حنيفة هذا هؤلاء كم؟ قال أربعة. قال فكم قبل الأربعة؟ قال ثلاثة. قال فكم قبل الثلاثة؟ قال اثنان. قال فكم قبل الاثنان؟ قال واحد. قال فكم قبل الواحد؟ قال لا شيء. فقال يا سبحان الله إذا كان واحد وهو عدد فردي لا ليس بعده شيء، فكيف بالله رب العالمين وهو الواحد تريد أن تجعل قبله وبعده شيء؟ قال السؤال الثاني يا أبا حنيفة هل رأيت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل ذقت ربك؟ فقال الإمام أبو حنيفة بل إني سائله. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل ذقت عقلك؟ قال لا. قال هل لمست عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون؟ قال لا أنا عاقل ولي عقل. قال إن كنت لا ترى عقلك ولم تلمس عقلك ولم تذق عقلك ولك عقل فكيف بالله وهو الواحد؟ قال أما السؤال التالي يا أبا حنيفة أين يتجه ربك؟ هل ينظر إلى اليمين أم إلى اليسار، إلى أعلى أم إلى الأسفل؟ فقال الإمام أبو حنيفة انظر إلى هذا المصباح. قال وما فيه؟ قال ضوء هذا المصباح أين يذهب؟ هل أمام أم يسار أم إلى أعلى أم إلى أسفل؟ قال ضوء المصباح ينتشر في جميع الجهات. قال إذا كان هذا وهو مخلوق لله فما بالنا بالله رب العالمين؟ قال السؤال الأخير يا أبا حنيفة أنتم تقولون في القرآن أن الجن أو الشيطان خلق من النار، فكيف يعذب بالنار وهو قد خلق من النار؟ ثم تقولون بأن الله قد كتب كل شيء على العباد، فلماذا يعذب العاصي مع أنه هو الذي كتب عليه ذلك؟
فإذا بالإمام أبو حنيفة يجري بعيدا وأمسك بطوبة وضرب بها هذا الراجل الرجل الملحد. قال امسكوه اقتصوا منه اضربوه. قال هذه إجابتي على سؤالك يا هذا. قال كيف ذلك؟ قال أنت تقول أن الشيطان خلق من النار؟ نعم. ويعذب بالنار؟ نعم. أنت ممن خلق؟ قال من الطين. قال وهذه الطوبة من أي شيء؟ قال من الطين. قال هل أبتك الطوبة؟ قال نعم. قال إذن الطين يعذب الطين، وليس بعيدا على الله أن يعذب النار بالنار. أنت تقول اقتصوا منه واضربوه وعذبوه. قال نعم. لماذا؟ قال أنك ضربتني. قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي أنني سوف أضربك، فلماذا تقتص منه وتعذبني؟ فإذا بجميع الملحدين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مما وصل أبو حنيفة لهذه الحالة؟ وصل عليها بحالة الطاعة وبترك حالة المعصية وبالشكر على النعمة وبترك. آخر جزئية بسيطة حتى نختم وتترك المجال لشيخي وأستاذي والكل يأمل وينتظر من هؤلاء الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل وتبين فراسة الإنسان العربي. فالإنسان العربي له فراسة عظيمة لكن لا يصلحه إلا الدين. الإنسان العربي بالذات لا تنفع لا حضارة ولا تقدم ولا مدني، لا يصلحه إلا الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وبالقرآن حول هؤلاء من رعاة للغنم إلى سادة ساد الأمم. رجل أنجب ثلاثة من الأبناء، الأول اسمه عبد الله والثاني اسمه عبد الله والثالث اسمه عبد الله. مات هذا الرجل وترك وصية جاء فيها عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث. اختلفوا فيما بينهم من عبد الله الذي يرث ومن الذي يرث ومن الثالث الذي لا يرث. قالوا هيا بنا إلى قاضي البلد. وهم في طريقهم إلى القاضي قابلهم رجل سألهم يا هذا يا هذا هل رأيتم بعيرا من هنا؟ الأول قال هل بعيرك مقطوع الذيل؟ ذيله مقطوع؟ قال نعم. الثاني قال هل بعيرك أي هل جملك أعور؟ قال نعم. الثالث قال هل بعيرك أعرج؟ قال نعم. قالوا ما رأينا هذا البعير. قال كيف ونفس الأوصاف انطبقت على بعيري؟ كيف إن أنتم الذين سرقتم؟ قالوا ما رأينا. قال إذن هيا بنا إلى القاضي. قالوا ونحن في طريقنا إلى القاضي هيا بنا إلى القاضي. ذهبوا إلى قاضي المدينة. ما قصتكم؟ قالوا كذا وكذا وقصوا على القاضي. قال اذهب يا رجل وابقوا أنت هنا. القاضي قال لخدمه أعدوا لهم طعاما، وأوقف واحدا من أهل القضاة قال راقبهم ماذا يفعلون هنا في هذا المكان، كما يفعل فيه إن السجون حينما يدخل إنسان ليس له شيء إنما من أجل أن يعرف أو يأخذ دليل يسير به المحقق ويستطيع من أن يتعرف على أحوال القضية. لحظات وقدموا لهم الطعام. الأول بفراسة عجيبة قال هذه اللحم لحم كلاب. الثاني قال وهذا الخبز خبزته امرأة حامل. الثالث قال وقاضي هذه المدينة ابن حرام ليس من أبيه. الرجل اللي واقف الصمد على الأمر جير بسرعة قال للقاضي اللي حصل وحصل وحصل. القاضي ما شغلوش إلا الأمر التالي، جار بسرعة إلى أمه إيه اللي حصل؟ حرلق أقرت إنه هو ابن حرام جي يجري عليهم. قال سمعت ما حدث وما حدث وما حدث، ما قصتكم؟ كيف عرفتم أن الجمل أوصافها كذا وما سرقتموه؟ قال الأول يا قاضينا حينما نظرت إلى بعر الجمل وجدت البعر في مكان واحد، وأصحاب الجمال يعلمون أن الجمل حينما يتبرز يحرك ذيله فيبعثر البعر في كل مكان، إنما حينما ينزل البعر في مكان واحد إذن الجمل مقطوع الذيل. هذه فراسة. والثاني كيف علمت أن الجمل أعور؟ ها
قال نظرت على شجرة أكل منها الجمل فرأيت الجمل قد أكل من مكان واحد لو كان الجمل بعينين لأكل من مكانين فعلمت بفراستي أن الجمل أعور. والثالث كيف علمت أن الجمل أعرج؟ قال نظرت على الرمال فوجدت أقدام الجمل تغرس في ناحية وخفيفة من الناحية الأخرى فعلمت بأنه أعرج يسير يتوكأ يتحمل على قدم ديل الأذون الأخرى وهذه فراسة. قال وكيف علمتم أن هذا اللحم لحم كلاب؟ فقال الذي قال قال أنا أقول حينما نظرت إلى اللحم معلوم بالفراسة أن اللحم العادي لحم الجمال أو العجاني اللحم من الداخل والدهن من الخارج إنما لحم الكلاب بالذات الدهن من الداخل واللحم من الخارج فلما لقيت الدهن جوا واللحم برا عرفت إن لحم كلاب. قالوا طاب أنت التاني كيف عرفت إن العيش ده اللي خبزته مرة حامل؟ قال نظرت للرغيف لقيته متدبدب من ناحية واحدة فالمرة لأن بطنها قدامها مش عارفة تدبدب على الرغيف من الناحيتين عرفت إن هي حامل وده فراسي. قال بس أنا عرفت مين عبد الله اللي يرس ومين يرس ومين يرس اللي عرف إن العيش لحم كلاب اللي العيش خبزته حامل ده يرس ابن أبي واللي قال إن اللحم لحم ابن كلاب يد فراسة عربية عظيمة العربي دائما يعلم عنه ويعرف عنه فراسة كده عظيمة ما بعدها فراسة ولا نطيل نترك المجال لأستاذنا الفاضل الجليل أكرمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وكل عام وأنتم بخير. والآن عودة أخرى لسماع القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم وفضيلة القارئ محمد عبد القادر النجار فليتفضل على بركة الله مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا وبشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا.
شيخنا الفاضل شيخنا الكبير الشيخ محمود فرغل فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى كل آله وصحابته وتابعيه في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى محبته، وأن يديم على أهل هذا الحي حبهم لبعض وتعاونهم مع بعض. فكنا نتكلم قبل ونحن في الطريق أن أهل هذا الحي يمتازون بالترابط والتكافل والاتحاد مع بعضهم أو الحب لبعضهم. نلحظ هذا في الواجبات، مثلا لما حد بيتوفى بص تلاقي المنطقه كلها طالعه وراه، لدرجه انه بيبقى اول الناس عند الجامع العمري واخرهم في الجبال. يستوي في هذا ان يكون المتوفى فقيرا او غنيا، وهذه ظاهره يعني ملحوظه جدا ولا تتوفر في كثير من احياء البلد. فبارك الله فيكم واكثر الله من امثالكم وزاد في تعاونكم ومحبتكم لبعض. ثم اما بعد، فما أجمل أن يلتقي القرآن بالصيام. فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن عجائب صنع الله في الصيام أنه جمع أكثر من عباد. يعني أنت صايم بتأدي أكثر من عبادة. أولا جمع بين قراءة القرآن ودي عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر القرآن. الأمر الثاني أنه جمع بين الدعاء،
فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وده السر لآية الدعاء محشورة وسط آيات الصيام. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر وليريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدين أحل لكم استأنف آيات الصيام ثاني، أحل لكم ليلة الصيام الرفث جاية محشورة وسط الإيه، ليس من قبيل الجمل الاعتراضية، وإنما لأنها أن العبادة أو الدعاء جزء جوهري في الصيام. كذلك استمر الصيام على عبادة الجود والسخاء والكرم والزكاة والإنفاق، فجعل الله في آخر الصيام في آخر أيام إخراج زكاة الفطر، فهو عبادة مشتملة على مجموعة من العبادات، وأهمها ارتباطه الجيد والمتين بالقرآن. الشيخ رمضان أكرم الله يعني مثوبته وأعطاه خير العطاء وجزاه خير الجزاء عما يبذله في الدعوة الإسلامية، اتكلم عن إيه بمهارة شديدة عن موضوع الفراسة. وأنا يعني شفت ده مدخل إن أنا يعني أكمل أواصل من بعد. أول من أثار زكاة الفراسة سيدنا عثمان، وهو صاحب مقولة اتقوا فراسة المؤمن، ما فليس حديث، وإنما علماء الحديث بيعتبروه حديث مرفوع. يعني إيه مرفوع؟ يعني الحديث المرفوع هو الذي انتهى عند الصحابة عن فلان عن فلان عن فلان عن عثمان بن عفان، ما جاتش عن رسول الله، لكن العلماء قالوا عثمان ولا عمر ولا انت ما توقف الكلام عند عثمان ولا عند عمر ولا عند ابو بكر ولا عند علي ولا طلحه ولا زبير، يبقى معناه انه ما بيتكلمش لنفسه، انما سمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمع معنى الكلام من رسول الله، فما حبش يقول قال رسول الله لانه مش عارف النص بالكامل، فقال اتقوا فراسه المسجد. سيدنا أنس بن مالك رايح يزور سيدنا عثمان، فتصادف عند خروجه من بيته أن امرأة تمشي في الشارع، كان يظهر كعب قدم، فنظر طبعا سيدنا من حيث لا يقصر، سيدنا أنس بص لكعب المرأة. طبعا احنا عارفين في الأحكام الإسلامية أن لك الأولى وعليك الثانية، انت تبص مره واحده بحكم الصدفه، انا طالع لقيت واحده ست ماشيه قدام، مش مشكله خلاص، بس ما اقعدش اعملها بقى حكايه، مش اقعد ابص عليها على طول. الصدفه المحضه تدي لك رخصه انك تبص اول مره، لكن عليك الثاني. وده نص حديث قاله الرسول عليه الصلاه والسلام لسيدنا علي، قال له علي يا علي لك الاولى وعليك الثاني. فسيدنا أنس طالع بالصدفة لقى واحد، هذه المرأة يعني ما يحمد ما يذم من الرجال يحمد من النساء أحيانا، فالراجل مطلوب منه يقصر شغل، لأن كان تطويل الشغل في هذه المرأة نوع من الفلاء ونوع من الكبر، لكن المرأة عليها أنها تخلي هدومها تجر وراه، فما ينطبقش عليها ما تحت الكعبين أو ما فوق الكعبين اللي في النار، لا دي عاوزينها إيه تبقى متسلسل. فبص نظر الى كعب قدمها فدخل على سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بقى على طول يدخل علي احدكم واثر الزنا في عيني. فقال اوحي بعد رسول الله، هو عارف عمليه سيدنا انس عارف عمليه، اوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. دي كان أول من لكن العرب كان عندها علم اسمه علم الفراسة،
وتضع له قواعد ونظم، والراجل اللي شكله كذا ونظامه كذا ودانه كذا وجبهته كذا يبقى ممكن يكون راجل كريم وراجل صاحب مروءه واخلاق، والراجل اللي عنده كذا وعنده كذا يبقى راجل لئيم ومش عارف ايه وبيحذروا ايه بيحذروا من ده ويشجعوا على استقبال ده والتعامل بعده. كان علم له النظام والقانون. الذي اعطي الفراسه الشديده سيدنا عمر بن الخطاب، ده كان يعني استاذ في علم الفراسه، موهبه الهيه، كسبا الهاما ووهبا من الله وليس كسبا. هو بنقول ان هو علم، عملوه علم وعملوه قواعد، لكن بعض الناس يعطى الفراسه موهبه من الله. فسيدنا عمر كان عنده الوعده. في واحد محسوب على الصحابه او صحابي اسمه ابو مسلم الخولان. الصحابي الاول مين هو؟ الذي آمن برسول الله صلى الله، آمن بالله وصدق برسوله صلى الله عليه وسلم وعاصره ولو ساعة واحدة، عاش معاه في زمانه ولو ساعة واحدة وإن لم يره، يعني ويشترطش الصحابي بشاف الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يؤمن بالله ويصدق برسوله ويعاصر الرسول في زمانه ولو ساعة واحدة، ده يبقى اسمه ايه؟ ينطبق عليه لفظ الصحابه. فابو مسلم الخولاني اذا كان بيعيش في ايه؟ في بني حنيفه اللي هم قوم مسيلم الكذاب. فلما ادعى مسيلم الكذاب النبوه قعد صاحبنا ده ابو مسلم الخولاني يحارب وينتقد، فابو مسيلم فجاء به مسيلم كان يتعامل مع خصومه بطريقه رهيبه جدا لا تخطر على بشر. فقال له اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمع. اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال مش معنى انا عندي انا ما تسمعش. أوقدوا له نارا وضعوه فيه. فعملوا له نار كبيرة وحطوه وسطيها. بعد ساعة بعد اثنين انطفت النار ولقوا أبو مسلم كأن شيئا لم يكن، لم يتحط في النار ولا حاجة. فراح المستشارين بتوع مسيلم الكذاب قال هذا سيفسد عليك دينك وهيخلي الناس تتمرد عليك، ده خد معجزة إبراهيم. خد معجزة إبراهيم، واحد اتحط في النار وكانت النار بردا وسلاما عليه وطلع ولا كأن حاجة حصلت، لا هدومه اتخرجت ولا في حاجة جرت له حاجة. فأمر بنفيه، اطلع بره البلد ما ينفعش أنا ممكن بلد واحدة، مع السلامة. فدخل المدينة أبو مسلم يوم انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم دفن الرسول عليه الصلاة والسلام. المدينة كلها مكفاية والناس كلها حزينة ولم تتسع للناس بيوتهم، فلجأوا للمسجد. هو دخل ما عارفش ايه اللي حاصل، لأن طبعا ما فيش وكالات أنباء، ما فيش إذاعات، ما فيش تلفزيونات. فعلك لما حد يروح القبائل ده أبو حنيفة قبيلة حنيفة خدت، محدش عارف ايه اللي حصل. فدي داخل زي ما قال سيدنا انس، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء فيها كل شيء، وعندما انتقل الى جوار ربه اظلم منها كل شيء، فكله ايه مكفاه. دخل ابو مسلم الفلاني المسجد، الناس قاعده، فسيدنا عمر لم يحجوا، فبص لقى واحد يعني مش واحد غريب الفراسة بتاعته. قال ممن الرجل؟ منين يا سيدي؟ قال من بني حنيفة. قال ما اسمه؟ قال عبد الله. ما اسم ابوه؟ عبد الله. اسم جده؟ عبد الرحمن. قال استحلفك بالله أن تقول من أنت. أنت مالك تجيب لي كده؟ ما كلنا عبيد الله وعبيد الرحمن وعبيد السميع وعبيد البصير، أمالك تجيب لي كده ألغاز؟
أستحلفك بالله أن تقول اسم. فقال عبد الله قال أنت أبو مسلم الفلان؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جعلني أرى رجلا أعطاه الله معجزة إبراهيم. دي كانت أول حكاية يكتشفها سيدنا عمر بالفراس. واحد جاي غريب ما يعرفش حاجة وعمال يمضي في ذكر اسم مش راضي يعمل يقول عليه بالظبط. مرة تاني دخل عليه وفد على سيدنا عمر وكان فيهم واحد اسمه محمد بن أبي الصرح. محمد بن أبي الصرح ده مصيبة داهية. كان أحد كتبة الوحي. وبعدين لما نزل قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. محمد بن أبو بكر محمد بن أبو الصرح قال تبارك الله أحسن الخالقين. قال اكتبها. فهي إيه؟ هكذا نزل. فخذ نقلب في نفسه قال لك أنا ما أقول زي ما يقول ربي وارتد عن الإسلام. كان واحد من الذين وبدأ يشنع بقى ده محمد لا يعرف إلا ما يكتبه له. فارتد عن الإسلام. لما فتحت مكة أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه فيما أهدر. قال عكرمة بن أبو جهل ومحمد بن أبو الصرح لو وجدتوه معلقين بأستار الكعبة ومعهم واحدة ست لو وجدتوه معلقين بأستار الكعبة تقتلوه. محمد بن أبو الصرح ده يبقى أخو سيدنا عثمان من الرضاع. وكان سيدنا عثمان يعني شديد العاطفة جدا نحو أقاربه لحد ما يقولوا له مثلا سيدنا عمر كان يبعد أقاربه عن السلطة في الله فيقول أنا أقربهم في الله. وطبعا ما حدش يقدر يتكلم عن سيدنا عثمان لأني ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل تستحي منه الملائكة وصهر رسول الله واخد بيتين منه ما حدش يقدر يحكي عليه. فالمهم لما بعد فتح مكة هرب مين؟ محمد بن أبي الصرح ولجأ لسيدنا عثمان ببيت. فجاب سيدنا عثمان يتشفع له عند الرسول ويأخذ يخليه بيع الرسول. واقف وراء سيدنا عثمان وراء ظهره. فلما بقي سيدنا عثمان قدام الرسول عليه الصلاة قال بايع محمد بن عبد الله أو هو اسمه عبد الله بايع عبد الله. فالرسول سكت. بايع عبد الله سكت. بايع عبد الله. في الآخر استحى الرسول عليه الصلاة والسلام من سيدنا عثمان ووضع يده في يده. بعدين قال لأصحابه أليس فيكم رجل عندما وجدني يعني سكت عنه بادر إلى السيف وأخذ وقطع رقبته؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت لنا بعين يعني كنت غمست لنا كده حركة نفهم منه ان نضرب ده. قال ما ينبغي للنبي ان يكون ايه ما ينبغي للنبي ان تكون له خائنة اعين يعني يغمز بعينه كده ولا بتاعه. المهم هذا الرجل بعد كده بعد شوية دخل على سيدنا عمر فقال ويلكم ادخلتم علي رجل سيصيب الاسلام منه بلاء كبيرا. ده لسه في المستقبل يتكلم عن حاجة في المستقبل. أدخلتم علي رجلا سيصيب الإسلام منه بلاء كبير. فطبعا الناس سمعت الكلمة محدش واخد فيه محدش ركز عليه إلى أن ولي سيدنا عثمان الخلافة وولى عبد الله بن أبي الصرح ده حكم مصر. فكان بيعمل في مصر عمايل غريبة جدا عمل شبه كده زي ما بيعمل الجماعة بتوع المزارع السمك عمل حاجة كده بالحديد حوض بالحديد كده وكان يلقي وحمد ربي فيه شوية نمور ويلقي بالإيه بالإنسان المعارض له أو اللي معترض عليه أو اللي يكرهه يلقي به بالعمل فيه شوية تماسيح يلقي بالإنسان عشان تأكل التماسيح. فاستاء منه المصريون
وكان السبب في الفتنه اللي حصلت وراحوا شافوا سيدنا عثمان. وبعدين ايه كان الفتنه اللي تسببت في قتل سيدنا عثمان وتحقق فيه قول عمر بن الخطاب ويله سيصيب المسلمين منه بلاء كثير. بعد كده نمشي مع الفراسه. الامام الشافعي قال كنت مختلفا عن الامام مالك في حكايه الفراسه. انا اؤمن بانها علم لها قواعد ولها نظم وممكن تكتسب. وسيدنا عثمان سيدنا والامام مالك يقول لا ده علم وهمي. ربنا بيدي ناس كده قوه فراسه يبص على الواحد يعرف كويس يعرف وحش. فكل كان له راي. سيدنا الامام الشافعي راجع في يوم من مصر ورايح مكه فنزل ضيفا على رأي. كل المواصفات اللي في الرجل تدل على انه رجل لئيم خسيس. قال لك فوجئت بيه انه هو بيرحب بيا ترحيب كبير وما خلانيش حتى انزل من على البغل بتاعي وانما شال مشيت وريحني على الارض وذهب الى منزله وجاء بفراش جيد وفرش ليا ومساند ومخدات وعمل حكايه كبيره. فقلت سبحان الله والله بين الامام مالك عنده حق. القواعد اللي انا عارفها في الفراسه مش موجوده في الراجل دي. وراح جاب لي اكل جيد وراح جاب لي البغل بتاع سيدنا الامام الشافعي راح جاب له فول وعلب وحكايه كبيره واهلا وسهلا وشرفت يا شيخ وزارتنا البركه. قال لي جبت كل المواصفات اللي فيه عكس ما انا اعرفه في علم الفراسه. ولما قضيت المده واخذت راحتي مثلا وبيت ليله وعاوز ينصرف قال له انا محمد بن ادريس الشافعي وانا مقيم في مكه فاذا اتيت مكه فاتني لارد عليك كرمك بكرم. قال نعم يا اخوي كرم. هو انا مكرمك عشان تبص تديني مكه وتكرمني زي مكرمك ادفع اللي تمن الحاجات اللي عملتها. قال بقى ايه ده؟ طبعا لقيت المواصفات اللي انا ايه؟ يبقى رجع لي الحقيقه بتاعت القواعد العلميه بتاعتي. قال لي جيت وحسبني على القليل والكثير والقطمير واخد لبالك واخد حسابات اكثر من الايه؟ من المطلوب. راح التقى بالامام مالك وقعد يحكي له الحكايه دي. فالامام مالك يضحك من يمه على اساس ان ايه؟ ان يعني العلم الفراسه بتاع الامام الشافعي والقواعد التي حصلها ما لها اساسها ولها نظامها ولم تختل ولم تختل نظريه الامام الشافعي في الموضوع. نروح لشويه كده بعد في عصر التابع التابعين الامام الجنيد. ويمكن سمعتوا القصه دي. الامام الجنيد قال له استاذه طبعا كانوا بيتعلموا على الاساتذه ما كانش فيه كليات ولا مدارس ولا جامعات ولا الكلام ده كله. وانما يقعد على الشيخ التلميذ يقعد على الشيخ يتعلم منه الى ان يعني يجد الشيخ عنده القدره على ان يعلم او يفتي فيقول له افتي خلاص انت تستقل تاخد لك تعمل لك حلقه وحدي. فالامام الجنيد كان هو احد هؤلاء. فقعد يتعلم على يد الشيخ لحد ما قال له خلاص يا جنيد انت الان تستطيع ان تفتي وتعلم. فقال والله لكني لن افعل. ليه؟ قال اخشى ان اكون واحدا من الذين قال الله فيهم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وواحد من الذين قال الله فيهم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وعليها نطلع من باب الدماء. لا اقول لحد ولا حد يقول. فالمهم طبعا ايه استاذه غير راضي عن هذا الوضع لانه يعلم انه اصبح عالما كفؤا وان الناس تستطيع ان تستفيد من علم. فلما انصرف من امامه دعا الله بظهر الغياب له ان يوفقه وان يلهمه بالرضا بالفتوى والعلم. نام الجنيد في هذه الليله فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. يقول له يا جنيد لماذا لا تفتي ولا تعلم؟ اني امرك ان تفتي وتعلم. وطبعا من راني فقد راني حقا. واصبح هذا امرا نبوي. والجنيد من الورع بحيث لا يستطيع ان يدعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما قالوش وما يكونش قال. فقام من نومه
متوجها إلى المسجد، فوجد شيخه في انتظاره على باب المسجد، هيصلي الفجر، فوجد شيخه في انتظاره على باب المسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تفتي وتعلم إلا بأمر رسول الله؟ خش ادخل ادخل ادخل. فدي طبعا كانت كرامة من الشيخ برضه، إن هو يشترك في الرؤية ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة كانوا كده، كان لما يجي مثلا الرسول لرؤية أحيانا يشترك فيها معاه، زي ما حدث لسيدنا علي. سيدنا علي بيقول إيه؟ كنت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فرأيت فيما يرى النائم أن امرأة أتت بطبق تم وهي واقفة على باب المسجد بعد انصرفنا من صلاة الفجر، وقالت: يا علي، خذ هذا التمر واعطيه لرسول الله ليوزعه على أصحابه. فقال، كان الرسول انتقل، لكن الرؤيا شاف ان سيدنا علي كان يصلي وراء رسول الله. وبعد الرؤيا، بعد الصلاة، المرأة دي جات وقالت له: خذ الطبق دي وديه للرسول يوزعه على أصحابه. فقال: فوضعت الطبق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه تمرة ووضعها في فمي، فلما أكلتها وتذوقت طعمها قلت: يا رسول الله زدني، فاستيقظت من النوم ولم يزد. قال في نفس اليوم راح يصلي الفجر وراء عمر بن الخطاب، ما احنا في خلافة عمر دلوقتي. بعد ما صلى وطالع من صلاة الفجر، يجي مرة واقفة بطبق تم، قالت: يا علي، خذ هذا التمر واعطيه لأمير المؤمنين ليوزعه على أصحابه. قال: فسيدنا عمر أول ما أعطته الطبق مسك بتمرة ووضعها في فمي، فلما ذقت طعمها وتذوقت حلاوتها قلت: يا أمير المؤمنين زدني. قال: لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدته. فكان سيدنا عمر مشترك مع مين؟ مع سيدنا علي في رؤية رسول الله والحكاية اللي حصلت أولاً. فكثيرا من الصالحين تأتي لهم الرؤى مشتركة. مثلا ابن حجر العسقلاني كان يعاصره رجل أمي، وهو من كبار العلماء، وهو أمه، لأنه ما كانش يشترط أنه يعرف القراءة والكتاب. فالخواص والكلام ده كله الجماعة العلماء اللي كانوا إيه بيشتغلوا حرف وفي نفس الوقت عالم كبير. فكان سيدنا ابن حجر لما يلاقي الخواص ده يقول له: ما اتخذ الله من ولي جاهل. فكان يتضايق: ما اتخذ الله من ولي جاهل. فمرة زعق معاه وزعل، واعتكف الخواص في بيته. وبعدين في ليلة في زحام الزعل ده رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ما لك يا خواص؟ قال له ابن حجر طوال يقول لي: ما اتخذ الله من ولي جاهل. قال له: لا، قل له: اتخذني وعلمني يا ابن حجير. حتى مش ابن حجر. فلما دكها كان بقى من النوم روح ايه معنويه مرتفعه جدا. فلما التقى به دكها كان ايه: ما اتخذ الله من ولي جاهل. قال: بل اتخذني وعلمني يا ابن حجير. قال له: صلي على من علمك، صلي على من. فالرؤى بتبقى ايه؟ مشتركه. فالشيخ بتاع الدنيا دي شاف الرسول عليه السلام في المنام برضه، كان مشترك معاهم في الرؤيا، وقال له: ادخل، الا تعلم الا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل وخد له ركن كده وبدا ايه يعمل حلقه ويعلم الناس فيه. زاع امر الدنيا واشتهر صيته.